اهلا بحضراتكم من جديد، والاستمرار في الفقره الحواريه مع المحلل الفني ورئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد. والنهارده هنتناقش معاه في بعض القضايا، ولكن من خلال منظور السوشيال ميديا والمنصات اللي موجوده نقلا عن المواقع والاخبار اللي بتتقال بالنسبه لبعض المسؤولين في الفتره الاخيره. نتناقش معاه ونشوف الاخبار دي لما اتطرحت على السوشيال ميديا والمنصات والمواقع الرياضيه اهتمت بيها وبروزتها بشكل كبير جدا، خاصة بعد تصريحات بعض المسؤولين من خلال ظهورهم في بعض البرامج الحوارية. كريم، هبدأ معاك الأول. نعم. بحساب يلا كورة، يلا بي. وانت عندكم ركزتوا أكتر على تصريحات محمد فاروق. نعم. رئيس لجنة الحكام الذي. نعم. تم إقالته في الساعات الأخيرة. نعم. بشأن واقعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي. نعم. نستعرض معاك الأول. يلا أول بي. حاجة معانا النهاردة، يلا بي. وهو حساب يلا كورة على منصة إكس. نشوف مع بعض رئيس لجنة الحكام السابق كابتن محمد فاروق قال: أنا متأكد إن محمد عادل بريء، صاحب التسريب ممكن يغير في الصوت أو أي شيء آخر، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. دي تصريحات قالها الكابتن محمد فاروق صوت. نعم. وصورة. طيب ببساطة عشان إحنا واضحين كده، حكام في مصر لازم يعرفوا إن أنت وأنت بتكلم زميلك اللي ماسك غرفة الفار، أنت ما بتكلموش في التليفون بتاع البيت أو في الموبايل. أنت بتكلمه في الشغل وفي تسجيلات المفروض ان هي مسجله. مظبوط. كل لو خدت بالك كل الكلام اللي احنا بنسمعه من حوارات الحكام الملعب مع حكام الفار كلها حوارات صحاب مع صحاب. ايه يا ابني انت بتعمله ده؟ يخرب بيت عقلك، ايه ده؟ لا انت هتدبسنا، عارف ناس ما بتشتغلش. لا ده في ده بقول لك ايه؟ ده في حاجات ما طيب انا بقول لك اهو اصلا. هي دي الازمه. انت بتبص فين الازمه؟ الازمه ان هم مش محترفين في كلامهم داخل الحته دي. تعالى كده ببساطه شوف بره في تسجيلات الفار في الدوري الاسباني او في الدوري الايطالي او في الدوري الانجليزي، لما بتعرف الحكم بيتكلم مع زميله ازاي. انت شايف ايه؟ انا شايف كوره تسلل بس عندي شك. انت شايفها ايه؟ انا شايف كذا. اوكي شكرا جزيلا. عارف خدمه العملاء، مكالمه خدمه العملاء. هم بيتصرفوا كده. حكام هنا لازم يتصرفوا كده، خدمة عملاء. قاعدين قاعدة بلدي. مش قاعدين ايه يا ابني الايه؟ طب عيد لي كده. والتاني بيقول له انت رسمت الخطوط؟ قال له يا عم فكك، انا عايز امشي، انا عايز اروح، انا مستعجل، خلصنا بقى، اقلب الموضوع، عايزين نمشي. إيه انت فعلا بتتكلم؟ فعلا فعلا هم واخدين الموضوع، ما حدش علمهم. فاكر يا محمد فكر بحاجه؟ وسام شديد اكيد فاكرين اللقطه انا هقولها دي. فاكرين صوره الكابتن محمد الحنفي لما جاب التلفزيون ال 12 بوصه وحطه في الملعب والمخرج وساعتها قلنا ان مصر ان التحكيم المصري بيبدا اول خطواته في الفار، فاكرين الصوره دي؟ ده هو ده. للاسف للاسف ده تفكيرنا احنا، ما بنعملش الحاجه صح. ما هم اول ما بداوا تنفيذ الفار كان بيطلب من كل حكم يجيب معاه شاشه من البيت. على فكره والله بجد شال التلفزيون على كتفي وراه، والعيال بقى في البيت يتخانقوا معايا عشان العب بلاي ستيشن، وباخد منهم التلفزيون ساعتين وجاي. طيب كلام الكابتن محمد فاروق. نعم. يعني انا عايز اقول لك كمان، قال حاجات تانية. قال لك لا استطيع تبرئه شركه تقنيه الفار. نعم. وبالتالي الكل مدان وخلاص الموضوع دلوقتي. طب امام جهه التحكيم. لا يعني ستوب. هو قال هنا جمله خطيره جدا ما ينفعش نعديها، اللي هي قال جمله خطيره جدا جدا جدا. هو بيقول ان تم التلاعب بالتسجيل الصوتي. قال لك صاحب التسريب ممكن يلعب يغير في الصوره. ايا كان، انت هنا ببساطه حل الموضوع ده من الاخر، ان اتحاد الكوره كان يطلع التسجيل من عنده بشكل رسمي زي ما كل الدوريات في العالم بتعمل. ويا جماعه بكل امانه، مين فهمكم ان الحاجات دي سريه؟ ده مش سريه. هو مين فهمكم؟ انا عايز افهم دي، بس انا عايز افهم دي. مين اللي قال لاتحاد الكوره او لجنه الحكام ان التسجيل الصوتي ما بين حكم الساحه وحكم الفار امر سري بحت ما ينفعش حد يطلع عليه؟ عارف التسجيل الاساسي، الهارد الاساسي اللي موجود عند لجنه الحكام. نعم. عرضه هيبقى مهم في ايه؟ أيوه. هنسمع الحوار من. أيوه. بدايته لنهايته. بالزبط. عشان نعرف هل اللي اتعرض ده كان مناقشه بس بالظبط، ولا ده كان قرار في النهايه. ما انت برضه لغايه دلوقتي مش قادر تجزم مين صح مين غلط. طبعا. نعم. الموضوع دلوقتي في جهات التحقيق، ده امر اكيد هننتظر النتائج، ولكن احنا بنتكلم على المستوى الفني. صحيح. اللجنه واتحاد. أيوه. الكوره. فايه تاني؟ هو ما بقول لك محمد، هو الفكره في ايه؟ احنا جايين نعمل شغلانه معينه، احنا اصلا مش عارفين اساس الشغلانه. كل واحد بيبتدع شيء، وتحس برضو ان الموضوع في ايه، في حته عزه نفس، اللي هو لا 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 ده مش من حقك يا محمد، او مش من حق الاعلام ان هو يطلع على التسجيلات دي. فتروح تساله السؤال خطير جدا. طيب. ليه؟ حاجه غريبه، ما فيش عنده اجابه. حاجه غريبه. هو برضو قال في تصريحاته اتحاد الكره يعرف جيدا من هو الشخص صاحب التسريب.
بص بقى ده هيرمي على ده وده هيرمي على ده. فاكر فاكر لما طلعت معاك وقلت لك مشكله لجنه الحكام في مصر دايما ان هم شله ابراهيم نور الدين، شله محمد فاروق، شله سمير عثمان، شله جهاد جريشه، كل شله شايفه ان كبرها لو قعد على كرسي رئيس لجنه الحكام انا هبقى في وضع افضل. ليه؟ اكيد الكابتن الفلاني اللي انا بحبه وهو بيحبني اول ما هيمسك هيجيبني معاه، محتاجين يحبوا بعض شويه. وبالتالي لا، هم بيدخلوا الامر في شكل تنافسي، تنافس، وبالتالي لو حد مسك التاني مش هيساعده.